من كل بلاء والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا ديانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. القرآن هو حبل الله الممدود بين السماء والأرض، والذي ما إن تمسك به عبد المؤمن إلا وهدي إلى صراط مستقيم، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إلى أحكامه هدي إلى صراط مستقيم. هو النور الذي قال الله عز وجل فيه: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، في رحمة منه وفضل، ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، وهدى ورحمة للمؤمنين. تخيل كلام الله عز وجل موعظة يوقظ القلوب الغافلة ويرد الناس إلى الحق إلى العدل. ما إن قرأوا كتاب الله وتدبروا معانيه كان لهم موعظة، كان لهم هداية، كان لهم نور. موعظة من ربكم وليس ذلك فحسب، وشفاء لما في الصدور، شفاء للهموم، شفاء لأمراض القلوب، الهم والحزن والضغوط النفسية والاكتئاب. القرآن جاء ليتعامل مع تلك القلوب فيذهب عنها همها وحزنها، وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. في الأسبوع الماضي سريعا القرآن بألفاظه وهيئة الكتابة التي نقرأها في هذه الآونة وحتى يرث الله والأرض ومن عليها، أمر من عند الله عز وجل، وحي من عند الله عز وجل. لما كان معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه وأحد كتاب الوحي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: احرف القلم، ابر القلم، وألق الدواء، وألق الدواء. ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع في الدواة قطعة من الصوف حتى لا يصطدم سن القلم بالزجاج فيتكسر فتنحرف الحروف ولا تكتب كما أمر الله عز وجل. يعني شوف، تخيل النبي صلى الله عليه وسلم أعطى اهتماما للقلم وللدواء وكيفية صنع الحبر الذي سيكتب به الوحي، لأن الوحي ليس كسائر الكلام، كلام الله عز وجل. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الرسالة كما أمره الله عز وجل أن يبلغها. فأولى اهتماما عظيما لكتاب الوحي أن يستعدوا استعدادا خاصا بأقلامهم وأحبارهم ودواتهم لكتابة هذا الكلام العظيم الذي هو كلام الله عز وجل، فخشي أن يتبدل
أو يتغير منه حرف من الحروف. تخيل، في الأسبوع الماضي تكلمنا عن كم مرة ربنا سبحانه وتعالى ذكر كلمة جنة وكلها بالتاء المقبوضة أو المغلقة ما عدا مرة واحدة وردت في القرآن جنة بتاء مفتوحة، وذكرنا دلالة ذلك عند الله عز وجل ولها معنى ولها مغزى. والله كلما بحثنا وكلما استكشفنا وجدنا أشياء يعني عجيبة غريبة من أسرار القرآن، إن دلت على شيء فإنما تدل على عظمة ربنا سبحانه وتعالى وعلى عظمة هذا الكلام المبارك الذي نزل من عند الله عز وجل. وقبل أن أذكركم بما مضى في على سبيل المثال أعطيكم بعض الدلالات. هل تعلم أن عدد كلمات الدنيا في القرآن مساوية تماماً لعدد كلمات الآخرة؟ 115 مرة، 115 مرة ورد ذكر الدنيا و115 مرة ورد ذكر الآخرة. كم مرة ورد ذكر الملائكة؟ 88 مرة. كم مرة ورد ذكر الشيطان؟ 88 مرة. كم مرة ورد ذكر الحياة؟ بنفس الرقم ذكر الموت، 145 مرة الحياة، 145 مرة الموت. كم مرة ذكر، وهذا كمان من العجيب، كلمة الرجل؟ تتخيل إنها نفس عدد كلمة المرأة في القرآن؟ 24 مرة ورد ذكر كلمة الرجل، و24 مرة ورد ذكر المرأة. كيد الشيطان 11 مرة وردت في القرآن. الاستعاذة من الشيطان 11 مرة، وكلها في آيات وسور مختلفة. تخيل، كلمة اليوم كم مرة؟ 365 في القرآن. كلمة الشهر 12 مرة في القرآن. كلمة الصلاة، صلاة المسلمين لما يقصد المسلمين، كم مرة؟ 5 مرات، عدد صلوات 5 مرات في اليوم. كلمة البحر 32 مرة، وكلمة البر 13 مرة. واحد من الناس حط معادلة رائعة. هل تعلمون أنه عدد كلمات البحر ورد 32 مرة وكلمات البر 13 مرة؟ لو عملت نسبة مئوية كم تشكل نسبة 32 إلى 13؟ تساوي تماما مساحة الأرض البر إلى البحر. مساحة اليابسة قالوا 28%، هي نفس النسبة اللي تساوي رقم 13. ومساحة المياه على الأرض 71%، هي نفس الرقم 32. تخيل، مين اللي درس آدم؟ هل محمد كان عنده هيئة مساحة وأقمار صناعية تستكشف وتقيس مساحات الأرض ومساحات المياه على سطح الأرض؟ هل كان محمد قادر على أنه يعد كلمات القرآن ويعرف كم مرة وردت الحياة ومرة كم مرة وردت الموت وكم مرة الدنيا وكم مرة الآخرة وكم مرة النار وكم مرة الجنة؟ كل هذا وغيره يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن القرآن كلام الله حقا. كلمة رحمة هي نفس الكلمة نفس المعنى، هي تختلف رحمة بالتاء المربوطة ولا التاء المفتوحة، لكن كل واحدة لها دلالة. وذكرناه في الأسبوع الماضي إنه في ناس هيدخلوا في الجنة الأولى وناس في الثانية وناس في الثالثة إلى 99 إلى 100. فاللي هيدخل الجنة رقم 10 لن يرى النعيم إلا في 90 الأخريات، واللي هيدخل الجنة رقم 50 لن يرى النعيم إلا في 50 الأخرى، صح؟ لكن اللي هيدخل الفردوس الأعلى، اللهم اجعلنا وإياكم منهم، سيرى كل نعيم الجنة من الجنة الأولى إلى الجنة رقم 100 بإذن الله تعالى. إذن ففتح الله عز وجل له كل أبواب الرحمة وأبواب النعيم وأبواب السعادة في الدنيا والآخرة. كلمة شجرة الزقوم، كل كلمات شجرة في القرآن مغلقة ما عدا واحدة اللي ورد ذكرها عن مين؟ ها؟ أبو لهب وأبو جهل لما استهزأوا بكلام الله ولما قرأ النبي إن شجرة الزقوم
ذكرها، فكان يستهزئ يقول هاتولنا طعام كذا وكذا، ده تزقم يعني يستهزئ بكلام النبي. فقال له إن شجرة الزقوم أنت أول واحد سيتذوق منها وسيعرفها بما لا يدع مجالا للشك، كما استهزأت من رب العزة ومن دين الله ومن نبي الإسلام، ستكون أول من يأكل من تلك الشجرة التي كنت عرفتها وأنكرتها في الدنيا. كلمة قرة عين، كل كلمة قرة بالتاء المربوطة، ما عدا إذا أضيفت إلى معلوم. لما قالت آسيا امرأة فرعون وقالت امرأة فرعون قرة عين، ماذا تقصد؟ هل تقصد قرة الجنة؟ لكن اجعلوا هذا الولد في كفالتي لتقر به عيني، إذا معلوم ولا مش معلوم؟ إذا أمر أو سبب قرة الأعين معلوم، وهو الغلام اللي هو موسى عليه السلام، صح ولا لا؟ إذا فهو أمر معلوم، إذا فأتت بالتاء المفتوحة لأن النعيم معلوم أو السعادة سببها معلوم وهو موسى عليه السلام. وقس على ذلك بقى وقالت وضرب الله مثلا للذين أمنوا امرأة، وكلمة امرأة أيضا امرأة، كل امرأة نكرة مغلقة، امرأة معلومة مضافة إلى زوجها أو مضافة إلى قومها، وامرأة عمران. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، امرأة فرعون، وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، مفتوحة ولا مغلقة؟ مفتوحة، لأن امرأة نوح وامرأة لوط وامرأة فرعون كلها معلومات، كلهن نساء معلومات لأنها مضافة إلى زوجها ومعلوم من هي. فإذا تأتي بالما على ذلك كله مفتوح. ابنة لم ترد إلا مرة واحدة مفتوحة، ومريم ابنة عمران، معلومة ولا مش معلومة؟ معلومة، فأتت مفتوحة، مما يدل على أن الكلمة تأتي بأشكال مختلفة ونفس الدلالة، لكن لما تأتي هكذا لها سبب، ولما تأتي هكذا يكون لها سبب. كلمة لعنت وردت مرتين مفتوحات، وكل ما وردت يعني مثلا الله عز وجل قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ثم قال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. طيب إذن هل ربنا حدد لنا نوع لعنته عليهم أو لعنة الناس أو الملائكة كيف تكون؟ إذن لعنة غير معلومة وعقاب غير معلوم، فتكون التاء مربوطة. لكن لما جاء ناس وادعوا كذبا كما قرأنا اليوم إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين، الكفار قال بعضهم لبعض عن محمد صلى الله عليه وسلم إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين، وحاج النبي إن كنت صادقا فنزل علينا من السماء آية أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو يكون يعني طلب جنة من نخيل، طلب أشياء مستحيلة. فالله قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن كانوا مؤمنين حقا أنك لست بنبي قل لهم تعال، رأوا العلم ورأوا القرآن وسمعوا الحق وأنكروا، قل لهم تعالوا ندعو أبناءنا، أنتوا تجيبوا أولادكم وأنا أجيب أولادي ونساءنا وزوجاتي وتأتوا بزوجاتكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا، ثم نبتهل، ادعوا ربكم وأنا أدعو ربي، وستتنزل فورا لعنة الله على الكاذبين. إذن فورا سيرون عقاب ذلك في حياتهم، لربنا اللي قال له، هل ربنا يقول له اطلع ناظرهم و صلي صلاتك وفي الآخر ربنا يتخلى عنه؟ إذن لما ربنا يقول له اخرج ويقول لهم تعالوا نبتهل، كل واحد يصلي بصلاته وفورا سنرى أثر صلاتنا وأثر صلاتكم.
فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إذا لما ربنا يقول له اخرج وادعوهم إلى هذه المناظرة، إذا سيرون عقاب ذلك ولا لا؟ إذا عقاب الله سيكون معلوما منظورا لهم أمام أعينهم، فلازم تأتي بتاء مفتوح. كذلك ذكرنا في الملاعنة، لو الرجل اتهم زوجته بشيء كذلك. والخامسة أن لعنة الله أول ما يقسم كل واحد منهم بهذا القسم 4 مرات بالله، كل واحد يقسم أنه من الصادقين ويقسم بأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، والمرأة تقسم أن 4 مرات أنه من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها. فكلمة لعنة اللي وردت عن قسم الرجل وردت مفتوحة، لأنه إن كان كاذبا سيرى لعنة الله تتنزل عليه في التو والحال، معلومة، لأنه يكذب ويتهم امرأة في عرضها وشرفها وكرامتها، فلا بد أن يرى أثر ذلك حقيقة أمام عينه. كذلك معصية ذكرناها أيضا، كلمة معصية وردت مرتين في القرآن ولم ترد غيرها، يعني مفتوحات، لأن ربنا قال إذا تناديتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية. هل معصية الرسول شيء معلوم ولا غير معلوم؟ معروف. طريق الرسول صلى الله عليه وسلم معلوم، ومخالفة أمر الرسول معلوم ولا لا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يبقى طريق الرسول صلى الله عليه وسلم معروف، والله عز وجل قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إذا طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إحنا مأمورين بها، فكل واحد عارف هل هو يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا هو يخالفه. والله عز وجل قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن فمعصية الرسول معروفة، كل ما لم يأتي به الله ولم يأتي به رسول الله هو مخالفة ومعصية للرسول صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قال عن طاعتنا للنبي صلى الله عليه وسلم وإن تطيعوه تهتدوا. طول ما أنت بتطيع الرسول صلى الله عليه وسلم إذن أنت على طريق الهداية، إن خرجت عن هذا فأنت خالفت أمر الله وخالفت أمر. فكلمة معصية وردت مرتين وكلتيهما مفتوحتان. طيب كلمة رحمة وردت في القرآن في 7 مواضع بالتاء المفتوح، وفي 70 موضع بالتاء المربوطة أو التاء المقرونة كلمة رحمة. طيب هل في فرق في المعنى؟ في فرق في المعنى في سياق الكلام، لكن هي رحمة، كلمة رحمة سواء بالتاء المربوطة أو التاء المفتوحة المعنى واحد، هل هي تختلف؟ لا تختلف، لكن سياق الآيات بيختلف. طيب نشوف، أولا كلمة رحمة مشتقة من الرحم، صح ولا لا؟ والرحم معناه دلالة، ما دلالة كلمة الرحم؟ التواصل، المحبة، الود، التراحم، صح ولا لا؟ مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن رب العزة عز وجل الرحم اشتققت لها اسما من اسمي، رب العزة عز وجل يقول فمن وصلها وصلت ومن قطعها قطعته، صح ولا لا؟ فكلمة الرحمن الرحيم أو الرحمة مشتقة من الرحم، والرحم دلالة على التواصل وعلى الود وعلى التراحم وعلى المحبة، صح ولا لا؟ إذن فلما ننسبها إلى رحمة الله عز وجل ما معنى ذلك؟ معناها أن ربنا سبحانه وتعالى سيصب رحمته ووده ومحبته ورحمته على عباده المؤمنين. الدليل على ذلك الله عز وجل قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمين؟ للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، صح ولا لا؟ طيب إذن ربنا سبحانه وتعالى برحمته
بسط الرزق لكل الناس مسلمهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، ولكن هناك رحمة، هذه رحمة عامة، لكن هناك رحمة خاصة يعطيها الله عز وجل لعباده المؤمنين، لعباده المؤمنين. طيب، لما عرفنا أن الرحم، الرحمة من الرحم، والرحم معناها الود والتراحم والتواصل والود، سواء على مستوى الناس أو سواء فيما بيننا وبين الله عز وجل. إحنا فيه ذوي الأرحام. ما معنى ذوي الأرحام؟ الأقارب والمحرمات من النساء، الأم والأخت والخالة والعمة وبنت الأخ وبنت، صح ولا لا؟ كل هؤلاء بنسميهم رحم، بنسميهم رحم. فالرحمة من اسم، من أسماء الله وصفة من صفات الله عز وجل. فلما كانت رحمة الله عز وجل، وذكرناها في الأسبوع الماضي، رحمة خاصة أعطاها الله عز وجل لزوج إبراهيم عليه السلام وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب، قالوا أتعجبين من أمر الله، اسمع، رحمة الله عليكم وبركاته أهل البيت. إذا رحمة خاصة ولا لا؟ رحمة خاصة بمين؟ بإبراهيم عليه السلام وبزوجه وأهل بيته. فمن الله عز وجل على إبراهيم وهو قد بلغ من الكبر عتية، وزوجته بلغت من الكبر عتية، ها، وقالت أألد وأنا عجوز، فهذه رحمة خاصة من الله عز وجل لإبراهيم وأهله، فكانت بالتاء المفتوحة. كذلك سيدنا زكريا لما ربنا قال ذكر رحمة ربك عبده، إذن رحمة خاصة من الله لعبده زكريا، إذ نادى، ربنا بيشرح لنا لماذا خصه الله بتلك الرحمة، إذ نادى ربه نداء خفيا. خلي بالك، شوف الدعاء، شوف أسرار الدعاء الخفي، شوف أسرار، ما أنت عندك سلاح، الدعاء سلاح المؤمن، الدعاء في جوف الليل سلاح المؤمن، سلاح المهمومين، سلاح المحزونين، سلاح المكروبين. وربنا قال على لسان سيدنا زكريا ولم أكن بدعائك ربي، الله، والله يعني لا يمكن يا رب أن أخسر ولا أحزن ولا أكون مهموم ولا مديون طالما أنا متمسك بدعائك وبصلاتك وبمناجاتك. إذا قال في أول آية إذ نادى ربه نداء خفيا، ثم قال وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا، ثم قال بعد عدة آيات ولم أكن بدعائك رب شقي. سيدنا إبراهيم ماذا قال؟ وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، لما قال له لأرجمنك، أبوه قال له يعني لئن لم تنتهي لأرجمنك، أنت هتقعد تحكي لي طول الوقت، تحكي لي عن الدين وعن الإسلام وعن الوحدانية وعن ربك، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. ماذا قال؟ سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وكلمة عسى هنا للرجاء، للرجاء، يعني أرجو ألا أكون بدعاء ربي، لا يمكن، لا مستحيل، وتعني أيضا التوكيد والتأكيد على أنه لا يمكن مع دعائك لربك أن تكون من الأشقياء، لا يمكن أبدا، مع الدعاء أنت من أهل النجاة، أنت من أهل الحفظ لله عز وجل، من الله عز وجل يحفظك الله عز وجل بدعاء. من اللي نجى يونس من بطن الحوت؟ رب العزة بدعاء. وربنا قال فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغي. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء
فأغرقناهم أجمعين. وأيوب إذ نادى ربه، ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا كل الأنبياء، نادى، يعني دعا، يعني ناجى ربه، يعني التزم الدعاء سلاحا ضد الهموم والأحزان والبلايا والفتن وما يصيب الإنسان من عرض الدنيا. إذن هو الدعاء. إذن ربنا سبحانه وتعالى قال عن سيدنا زكريا: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. مفتوحة لأنه رحمة خاصة غير الرحمات العامة. وربنا لما بينزل المطر بيبعثه فقط للمؤمنين، لما بيرسل الغيث من بعد ما، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، بيرسلها فقط للمؤمنين؟ لا، للكل. لما ينبت، لما يجعل خاصية الأرض والزرع تنبت بإذن الله، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، هل يرسلها فقط ويخلي أراضي المسلمين تنتج وأراضي غير المسلمين؟ لا. طب لو ربنا اختار بقى من وقعد يبحث ربنا سبحانه وتعالى ويشوف من المؤمنين صادقين ومن منهم غير صادقين، كان هينبت الأرض؟ كان هيرسل الغيث؟ كان هينزل رحمة خاصة؟ إنما ربنا سبحانه وتعالى بفضله ورحمته ومنه وجوده وكرمه، يمكن بسبب الشيوخ الرقع، مش الشيوخ، الشيوخ يعني كبار السن، وبسبب الأطفال الرضع والبهائم الرضع يرسل الغيث، قد يكون بسبب هؤلاء، وبدعوات الصالحين وبإخلاص المؤمنين حتى وإن كانوا قلة، إلا أن ربنا سبحانه وتعالى يرحم بهم من في الأرض جميعا. سبحان الله، ناس كبار السن بدعواتهم بإيمانهم بصدقهم بإخلاصهم، أطفال لا ذنب لهم، لم يفسدوا في الأرض، لم يبغوا، لم يظلموا، بهائم، ما ذنب تلك البهائم أن تمنع المطر وتمنع الغيث وتمنع الحرث وتمنع الطعام وتمنع الكلى؟ لم يذنبوا، فقد يكون بسببهم إحنا بناكل ونشرب. الله سبحان الله، بسبب هؤلاء. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم. إذن رحمة خاصة من الله عز وجل لإبراهيم، ورحمة خاصة من الله عز وجل لزكريا، ثم يقول الله عز وجل: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد. هل لما ربنا ذكرها هنا إلى آثار رحمة الله مفتوحة؟ لماذا؟ بيقول لك الآن اللي قبلها: أنا اللي نزلت الغيث وشفت ورأيتم أثره نماء وزرعا وحرثا وطعاما وحياة، هل رأيتموها أم لا؟ رأيناها، فتكون مفتوحة. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. كذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. طيب، إن رحمة الله قريب من المحسنين. رحمة خاصة ولا رحمة عامة؟ خاصة. مفتوحة ولا مغلقة؟ مفتوحة، لأنه المحسنون من عباد الله، اللهم اجعلنا وإياكم منهم، سيرى ثمرة إحسانه بركة وأمنا وسكينة واستقرارا وسعادة في الدنيا قبل الآخرة، فهي قريبة منه، والله عز وجل يقول: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم. ما الذي آتاهم ربهم؟ سواء كان دين، تكاليف شرعية، صلاة وصيام وزكاة، أو رزق، رضوا بما قسم الله. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، إلى آخر الآيات. فهذه رحمة قريبة فقط من المحسنين، اللهم اجعلنا وإياكم منهم. كذلك الله عز وجل يقول: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. الآية اللي قبلها: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. طيب، هل
احنا نرى في حياتنا فضل الله على المؤمنين نراه ام لا نراه؟ طيب هل نرى تفضيل الله لبعض عباده بعضهم على بعض نراه ولا ما نراه؟ نراه، صح ولا لا؟ اذا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان كل واحد منا شايف التفاوت في الدرجات وخاصة، بس هل يمكن أن نرى التفاوت في الإيمان؟ لا، أنا ولا أنت نشوفه. علاقة الإيمان بينك وبين ربك، لا يعلم صدق أحد ولا إخلاصه إلا الله سبحانه. عشان ما نشتغلش حكام على بعض، واحد يقول لك فلان بسم الله ما شاء الله، إن رأيته يصلي ويصوم فعرضه ودمه وماله معصومين، هو معصوم لا تتطاول على عرضه ولا على ماله ولا على حياته، خلاص. إنما درجة إيمانه ودرجة إخلاصه ودرجة تقواه لا أنا ولا أنت يقيمها. ولذلك الإخلاص يا جماعة لا يطلع عليه نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا الملائكة ولا الملائكة. الملائكة تكتب الأعمال اللي بيشوفوها، بتصلي يا رب بيصلي، بيتصدق يا رب بيتصدق، كريم يا رب بيتصدق بمليون يا رب بيتصدق يكتبوا هذا. لكن هل نيته يقدر يطلع عليها الملائكة؟ لا. هل الأنبياء يعرفوا نوايا الناس؟ لا، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، صح؟ إذا ما في القلب، ما في الفؤاد، وما يستقر في القلب من إيمان أو نفاق لا يعلمه إلا الله عز وجل. لكن في علامات للنفاق، لكن أيضا لما الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا إياها ليست ذريعة لأن يحكم بعضنا على بعض بالنفاق أو الإيمان. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، إذا وعد، وإذا اؤتمن. هل لو واحد حدثني حديث وكذب فيه أطلع بين الناس وأقف في يوم الجمعة أقول لهم يا جماعة لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وسين من الناس حدث فكذب فاعلموا أيها الناس أنه من المنافقين، هل هذا يجوز؟ لا. أو إذا وعد، وعدني موعد ولم يأتي في الميعاد، اسمعوا أيها الناس هذا من المنافقين، هل هذا يجوز؟ لكن من يعتاد على الكذب كل مرة تجربه كذاب 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 كذاب. فربنا قال مش عندكم، ده قال إن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب قال يكتب عندكم عند الله كذابا. التمس لأخيك العذر في كذب. مثلا واحد استدان منك واقترض منك قرض، اقترض قرض قال لك إن شاء الله مع أول يوم في 2017 أنا بسدد لك القرض. إذن هو حدث ووعد اثنين مع بعض، صح ولا لا؟ والثالثة وأؤتمن على ما ثلاثة. جاء 1/1/2017 ولم يسدد، ولما جاء قال والله أنا يعني تأخرت عليك اليوم 10/1 January 10th 2017 وأنا ما بعتذر، فهل فورا نقول إنه منافق؟ قد يكون عنده عذر ولا يستطيع القضاء. والرسول استعاذ بالفقر والدين، قال يحمل الرجل على أن يحدث فيكذب ويعد فيخلف. اللي مش قادر على الأداء ماذا أمامه؟ قد يجبر على الكذب عشان ما تاخدوش على المحكمة، قد يجبر وقد يعد فيخلف مش برغبته بسبب قهر الدين. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. الدين لما يغلبك تشعر بالذل أمام الناس ويقهرون، وممكن ينهرك أمام الناس صاحب الدين، ويعني نلتمس له العذر يقول لك يا أخي اتق الله، يا أخي أنت ما عندك دين، يا أخي أنت حدثتني فكذب ووعدتني فأخلف وأتمنتك فخنت، وينهرك ويقهرك ولا تستطيع الإجابة. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا. إذن فقد يجبر الرجل تحت ضغط الحاجة والفقر والعوز على أن يصدق، على أن يحدث،
فيكذب، وعلى أن يعث فيخلف، وعلى أن يؤتمن فيخون، مش برغبته. لكن الإنسان إذا كان قادر على أداء الدين ولم يؤدي، اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. واحد اقترض منك وعنده أموال، ولكن يقول لك خلينا نستثمرها، ما هو حاططهم في البنك إيش يعني، ما هو عنده فلوس على قلبه قد كده، هيعمل بهم إيه؟ ماذا سيفعل بهم؟ خلينا نستثمرهم فيماطل. طيب الأسبوع القادم، طيب الشهر القادم، طيب السنة القادمة، ويماطل بلا عذر إلا لمجرد استغلال وانتهاز فرصة، هذا ظالم. إنما ربنا سبحانه وتعالى علمنا إذا كان واحد بالفعل معذور، وإن كان ذو عسرة فنظرة، أنت من حالك فنظرة إلى ميسرة، وإن رأيت إنه غير قادر، غير قادر ارفع عنه بعض الدين، بعضه أو نصه أو كله إن استطاع، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، إن رأيت إنه غير قادر. لكن في بعض الناس يتلاعب بقصد وهو قادر على الوفاء وقادر على الأداء، لا، هذا فعلا يصدق عليه آية المنافق. إنما اللي غير قادر وأنت تعلم ظروفه وتعرف حاجته وتعرف دينه وتعرف كل ظروفه وهو غير قادر، فهو قد يكذب يعني حفاظا على ماء الوجه إن شاء الله، لا، ويقول لك لا أنا جاي لي مال من كذا وهو غير صحيح، لكن ليحفظ ماء وجهه أمامك، ليحفظ رجولته، ليحفظ كرامته، فلنلتمس له العذر ونعطيه المهلة الكافية لقضاء الدين. إذا ليس حتى مسألة النفاق، لما جاء رجل واعترف النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله شربت الخمر، والاعتراف سيد الأدلة، هل بعد الاعتراف أنا أقول له هات شهود؟ لما جاءت المرأة والرجل اللذان زنيا، هل طلب النبي خلاص الاعتراف؟ ما بعده دليل، أعظم دليل، فأقام عليهما النبي الحد. كذلك الذي شرب الخمر: يا رسول الله شربت الخمر، فأقام عليه النبي الحد. وبعد فترة رجع تاني، طب مش هو بيعمل عمل من الكبائر، عمل من الكبائر شرب الخمر، ومرة تانية ومرة تالتة. فواحد من الصحابة قال: يا رسول الله ما علمته إلا رجلا منافقا، دعني أضرب عنقه. شوف تنصيب أنفسنا حكام وقضاء. قال كف عنك هذا يا رسول صلى الله عليه وسلم، والله ما علمته إلا رجلا يحب الله ورسوله. إذا ممكن إنسان يخطئ في بعض الأمور ولا يقصدها ولا يتعمدها، فنلتمس له العذر. لكن إنه كل واحد فينا ينصب نفسه قاضي إنه فلان منافق وفلان غشاش وفلان كذاب، هذا ليس من شأني ولا من شأنك. ادعوا لإخوانك بالهداية، ادعوا لهم بالتوبة، ادعوا لهم بالمغفرة، ادعوا لهم بالصلاح، ادعوا لهم بالإيمان، ادعوا لهم بالاستقامة، هذا شأن المسلمين مع بعضهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، لو في عضو تضرر ما تقولش لا لازم أقطع، هل بالله عليك؟ لو أنت يعني ربنا يشفينا ويشفيكم ويعافي اللي بيمرض، بنقطع العضو المريض؟ ولا لازم نبحث عن وسيلة للتداوي والتعافي والتشافي؟ صح؟ فهو أخوك في الإسلام، هو جزء من جسدك، هو إصبع من أصابعك، لازم تترفق به وتترحم به وتدعو له الله أن يتوب عليه وأن يغفر له وأن يهديه وأن يرده إلى الحق وأن يرده إلى العدل، صح ولا لا؟ فكذلك لازم نتعامل مع بعض، مش كل واحد ما يغلط غلط أو غلطتين أو عشر حتى نحن نقف بالمرصاد وبالعصا وبالقضاء وبالألسنة كلنا، والعياذ بالله نكون عونا للشيطان على. طيب نعم. بس يعني مقولة في نفس سياق الكلام يعني قلتها اليوم، في واحد قال للشيخ محمد المزاري: أنا ليا صديق لا يصلي، فما هو حكم تارك الصلاة؟ قال له: خذ بيده إلى المسجد، فالأجر أن تكون داعية خير من أن تكون قارئا. مظبوط، كلام رائع جدا طبعا. والمثل الشهير أو الحكمة المشهورة: كن عونا لأخيك على الشيطان ولا تكن عونا للشيطان على أخيه. يعني صاحبنا هذا مهتم إن هو يصفه بالكفر،
فبدل ما انت تصفه بالكفر، ها، خذ بيده الى الخير، خذ بيده الى المسجد، خذ بيده الى مجلس علم، صح ولا لا؟ هذا خير لك، والدال على الخير له مثل اجر فاعله. انت تبحث عن الخير لنفسك ولا لا؟ ان اردت الخير لنفسك وللناس فحاول تكون اداه خير، حاول تكون اداه اصلاح، حاول تكون اداه للهدايه وللاستقامه حتى يعطيك الله الاجر على ذلك. طيب، الله عز وجل ايضا: امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه. سؤال: مفتوحه ولا مقبوضه؟ لازم تفهم السياق. امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه. هل هي رحمه محدده يطلبها ام هي رحمه عامه؟ انا عامه، يبقى لازم تكون، يبقى يرجو رحمه الله في الدنيا، رحمه الله في الرزق، رحمة الله في الولد، رحمة الله في الدين، رحمة الله عند الموت، رحمة الله عند الصراط، رحمة الله عند البعث، رحمة الله عند الميزان، رحمة الله عند دخول الجنة، صح ولا لا؟ إذن فهو يقصد رحمة الله العامة ولا يقصد رحمة خاصة. لما قال إن رحمة الله قريب من المحسنين، إذا رحمة خاصة تعطى لمين؟ للمحسنين. إنما لما هذا يقيم الليل ويصلي ويسجد ويركع ويتعبد لله عز وجل، هو يرجو رحمات الله العامة في ماله وفي ولده وفي دينه وفي زوجه وفي وقته وفي عند الموت إلى آخر، حتى يفوز برحمة الله العظمى يوم القيامة بدخول الجنة. طيب، لما نقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، سياق الكلام بيقول إنها رحمة عامة، يبقى لازم تكون مغلقة. ربنا سبحانه وتعالى قال الآية اللي قرأناها: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة من، هو فيه في الدنيا مكان اسمه رحمة ربنا يدخلوا فيه؟ إنما هي رحمة عامة حسبما، لأنه أنا ظروفي تختلف عن ظروفك، فقد يعطينا ربنا نوع من الرحمة ويعطيك نوع آخر من الرحمة، صح ولا لا؟ فكل واحد يعطيه الله من رحماته على قدر ما يتوافق مع ظروفه، صح ولا لا؟ إذن فهي ليست رحمة خاصة محددة، ولكنها رحمات مختلفة الأشكال والألوان ومختلفة على حسب اختلاف الظروف والناس. ربنا سبحانه وتعالى قال: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. هل هي رحمة عامة ولا رحمة خاصة؟ رحمة في الدنيا ورحمة في المال ورحمة في الولد ورحمة في كذا إلى أن يصل إلى رحمة الله العظمى في الجنة، فيظل يرى نعيم الجنة. طيب، كلمة نعمة ذكرناها في الأسبوع الماضي أيضا، ذكرت مقبوضة 25 مرة وفي 36 مرة كلمة نعمة، فيه منهم 25 مرة مقبوضة و11 مرة مبسوطة، وذكرنا ووضحناها انه فيه نعمة ظاهرة ونعم باطنة. الدليل ان الله عز وجل قال: ألم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. النعم الظاهرة نعمة السمع، نعمة البصر، صح، نعمة المطر، نعمة الولد، نعمة الزوج، نعم ظاهرة، لكن في نعم كثيرة مخفية ولا يعلمها إلا أهل الإيمان، مش كل الناس، صح ولا لا؟ أهل الإيمان يقول لك: يا سلام، فاكرين الرجل اللي أصيب بكل البلايا والأمراض حتى أقعد عن الحركة، وشاف واحد ماشي كده يعني عنده يعرج، فقال في يعني بصوت: الحمد لله الذي عافاني وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فالرجل سمع يعني فالتفت، قال: من تقصد يا هذا؟ قال: والله بقول الحمد لله. قال: الحمد لله على اي نعمه تحمد الله وانت ربنا حط في كل البلاوي؟ قال: الحمد لله الذي اطلق لي لسانا يذكره وقلبا يشكره. هل ليست هذه نعمه؟ بل هل كل الناس
يعرف هذا؟ هل كل المسلمين، خلينا نتكلم عن المسلمين، هل كل المسلمين يعرف تلك النعمة أو يمارسها؟ مش كل الناس. نعمة أن يكون لسانك رطب بذكر أعظم النعم، أن تقول في صباحك وفي مسائك وفي يومك وفي ليلك وفي نهارك وفي قيامك وفي قعودك تقول الحمد لله، هذه أعظم نعمة من الله عز وجل، هذه أعظم نعمة، أعظم نعمة. نعم. إذن لربنا سبحانه وتعالى ذكر مرتين، قال في سورة النحل وإن تعدوا نعمة الله، والله عز وجل قال وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، في سورة إبراهيم إن الإنسان لظلوم كفار، في سورة النحل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. طيب الاثنين، واحدة مغلقة وواحدة مفتوحة، أنا عايزك تقول لنا اللي مفتوحة وأنا اللي مغلقة. تاني، اللي وردت في سورة النحل إن الله لغفور رحيم، واللي وردت في سورة إبراهيم إن الإنسان لظلوم كفار، على طول لازم تعرفها. ها؟ لما ربنا يقول إن الله لغفور رحيم يبقى فيه نعم كثيرة لا يعلمها كثير من الناس، فربنا بيغفر، يغفر تقصير العبد في شكر النعم الله. لما يقول إن الإنسان لظلوم كفار لأنه لا يشكر الله على النعم الظاهرة، يبقى ربنا غفور رحيم على عدم شكر العبد على النعم الباطنة. وضحت يا جماعة؟ نقولها تاني، في نعم مستترة، يعني مثلا ربنا قد يدفع عنك بلاء انت شفته او عرفته. مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يرد القضاء الا الدعاء؟ قد يكون بدعائك صرف الله عنك بعض السوء وانت لا تعلم، هل شفته؟ بس انت دايما تقول الحمد لله على ما قضى وقدر، صح ولا لا؟ دايما بتقول الحمد لله الذي عافاني. احنا في كل صباح مش بنقول اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره، اللهم اني اسالك العفو والعافيه في ديني واهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وامن روعاتي واحفظني. اذا ربنا يحفظك ولا لا؟ لكن ممكن في مواقف كثيره ربنا بيصرف عنك كثير من السوء بعملك الصالح بصلاتك بدعائك وانت لا ترى هذا، صح؟ فكثير من المسلمين الصالحين الصادقين يقول أنا عارف أن ربنا سبحانه وتعالى حتى لو قدر لي شيء أكرهه فيه الخير، وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لك، لأنه ربنا لا يقدر إلا الخير، ربنا لا يقدر إلا الخير، صح ولا لا؟ فأنت دائما شاكر لله، لكن ممكن يكون هناك بعض النعم لم ترها ولم تعرفها فتقصر في حق الله عز وجل، فربنا يقول لك إن الله لغفور. إذن فيه نعم مغلقة، نعم مستترة أنت ما رأيتها، ولو ربنا أطلع كل واحد على قضاء الله وقدره يقول لك لا ده أنا خليني اللي ربنا يجيبه الحمد لله، ما يا رب لك الحمد ولك الشكر. لكن ربنا سبحانه وتعالى وصف الإنسان بأنه ظلوم كفار على إيش؟ على عدم شكره للنعم الظاهرة، نعمة السمع والبصر والحركة ونعمة الدين ونعمة الطعام والشراب والزوجة اللي يقصر فيها الإنسان ظلوم كفار، صح ولا لا؟ وضحت؟ يبقى لما ورد إن الإنسان لظلوم كفار كان الإنسان مقصر في حق الله على النعم الظاهرة، أما في الثانية غفور رحيم على تقصير العبد في حق الله في النعم الباطنة. طيب ربنا سبحانه وتعالى قال لبني إسرائيل واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. الكتاب والحكمة واضح ولا مش واضح؟ اذكروا نعمة الله عليكم، واضحة ولا مش واضحة؟ الكتاب موجود والحكمة السنة النبوية واضحة، تكون مفتوحة. قال الله عز وجل للمؤمنين يستبشرون بنعمة من الله وفضل، يعني ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا، ثم يستبشرون بنعمته ما
ما هي النعمة التي أعطاه الله عز وجل لهؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله؟ هل هي نعمة واحدة أم نعم متعددة؟ هل إحنا نعرفها؟ هل إحنا رأيناها؟ إذا ربنا جابها بصيغة المغلقة، لأنه لا يستطيع وصف ذلك النعيم وتلك النعمة إلا من رأوها. كلمة سنة، سنة، كلمة سنة لما بيكتبها سين نون وبعدين تاء مربوطة، صح ولا لا؟ لكن لماذا وردت في بعض آيات القرآن بالتاء المفتوحة؟ هذا ما سنعرف. ربنا سبحانه وتعالى قال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. إن ينتهوا عن الكفر وعن الضلال وعن الظلم وعن البغي وعن الطغيان يغفر لهم، وإن يعودوا، ما معنى مضت سنة الأولين؟ أما سمعتم عقاب الله للأمم السابقة؟ مش ربنا قال في القرآن: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا. هل هذا معلوم لكل الأمم ولا لا؟ معلوم، إذن فوردت بالتاء المفتوح. ربنا سبحانه وتعالى قال: استكبار في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ما معنى هذا؟ إن سلكتم نفس طريق الأمم السابقة في الكفر والضلال والطغيان فمصيركم سيكون نفس مصير الأمم السابقة. وربنا قال: كذب ثمود وعاد فأما ثمود بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها إلى آخر الآيات، وجاء فرعون ومن قبلهم والمؤتفئ فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة. إذا الأمر مع إن سلكتم طريق الكبر، مين كان مثال للكبر والاستكبار؟ فرعون. فربنا بيقول لهم: استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر، فهل أنتم منتظرين إلا أن كنتم تكونوا على طريق فرعون؟ إذن لو سلكتم طريق فرعون في الكبر والاستعلاء فسيكون مصيركم معلوم، وهو نفس مصير المستكبرين في الأرض، فبئس مثوى المتكبرين. هل هناك طريق آخر؟ إذن لازم تكون مفتوحة. إذن مرتين وردت: فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ مفتوح. فلن تجد لسنة الله تبديلا. نفس الآية في سورة فاطر، ولن تجد، ثلاث كلمات في آية واحدة كلها مفتوحات، سنة، سنة بالتاء المفتوح. طيب، ربنا سبحانه وتعالى قال: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. رأوا بأسنا يعني رأوا عقاب الله. فرعون لما شاف الغرق وشاف المياه تدخل وتملأ أمعاءه ماذا قال؟ آمنت. فربنا بيقول إيمانه لا ينفع، لماذا؟ لأنه ما آمن إلا لما رأى عقاب الله. يبقى لما تيجي سنة الله، يعني هذا عقاب الله الواضح اللي شافه، يبقى مفتوحة ولا مغلقة؟ مفتوحة. ربنا قال: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. ما معنى بأسنا؟ أي عقاب الله، عقاب الله لهم على كفرهم، بغيهم، ضلالهم، طغيانهم. رأوه ولا لم يروا؟ رأوه. إذن لازم يكون سنة، كلمة سنة تكون مفتوحة. التاء المقبوضة، الله عز وجل قال: لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا. والله عز وجل قال: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين. هل إحنا يعني مأمورين باتباع سنن الأولين؟ نعرف بعض سنن الأولين. ما معنى سنة الأولين؟ ما حدث للأمم السابقة هل رأيناه؟ رأيناه؟ فربنا بيقول إنه كثير من الناس امتنعوا عن الإيمان بسبب أنهم ما رأوا ما حدث للأمم السابقة، مجهول عنهم، وممكن لم تصلهم دعوة الإسلام. يعني لما يقرأ الإنسان، أي إنسان ولو غير مسلم، لما يقرأ آيات الله ويقرأ عقاب الله للأمم السابقة ممكن يرق قلبه ويلين ويدخل في الإسلام، لكن لما يكون محجوب عنه
العلم الشرعي والدين والقرآن وأهل العلم. إذن ربنا قال وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. فإذا بقاؤهم مصرين على كفرهم وتكذيبهم بالرسل منعهم من الدخول في الإسلام، لأنهم لم يروا ولم يعلموا ما حدث للأمم السابقة. الله عز وجل قال ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل. رفع الله الحرج عن الأنبياء وبين الله عز وجل الأحكام الخاصة بالأنبياء والأحكام الخاصة بسائر الناس، لكن كثير من الناس يطعن. يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أمرا أن يتزوج بمين؟ زينب، اللي كانت زوجة مين؟ زيد بن حارثة، صح ولا لا؟ تحرج النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها، فنزل القرآن وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله يبدي وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا، يعني استحالت العشرة بين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حاول الإصلاح بينهما مرات عديدة فلم تفلح، لم تفلح تلك المحاولات. فقال الله عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا، ما معنى هذا؟ خلاص انتهت، وصلت العلاقة بينهما إلى طريق مسدود. لما انتهت العدة وانتهت العلاقة وطلقها زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج فيما فرض الله له، سنة الله في فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. إذن ربنا سبحانه وتعالى شرع أشياء وحرم أشياء، هذه الأشياء خاصة بالنبي ولا خاصة بالناس كلها؟ يعني لو أنت، لو واحد تبنى أو كان يكفل يتيم وذلك اليتيم تزوج بامرأة، يعني خلينا نضع قصة النبي صلى الله عليه وسلم جانب، لو أي واحد عنده يتيم وهذا اليتيم بلغ سن الرشد ثم تزوج ولم يعني يقدر الله أن تنجح تلك العلاقة الزوجية بين اليتيم وزوجه ثم طلقها، هل في حرمة على كافر اليتيم أن يتزوج بهذه المرأة؟ لأنه لم يكن ابنه. فهذا أمر ربنا سبحانه وتعالى يقول ليس خاصا فقط بالنبي، إنما في سائر الناس. إن كان عندك واحد وكنت تكفله وبالغ رشده وأصبح قادر على الكسب وعلى العمل وتزوج وعنده أسرة وشاء الله أنه العلاقة الزوجية بينهما لم تستمر فطلق زوجه، هل في حرج أنه على الكفيل أو الكافل أنه يتزوج بهذه المرأة بعد أن تنقضى عدتها؟ فهذه سنة الله للكل ولا للنبي؟ للكل، وإن كان هناك أمر خاص للنبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله. الله عز وجل قال زوجناكها، أمر من الله عز وجل بأن يتزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لماذا؟ حتى تكون سنة لمن يأتي من المؤمنين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكي لا يكون على المؤمنين حرج. إذن فهو تشريع من الله مش بس للنبي ولكن للأمة عامة. إذن هو أمر عام يكون فيه الأمر التاء مربوطة في هذه الحالة. ربنا سبحانه وتعالى قال لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. منافقين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت إذا سلط عليك الله بعض المنافقين يؤذون، وهذا شأن المؤمنين دائما. دائما ربنا سبحانه وتعالى يختبر إيمانك بأشكال مختلفة، أشكال مختلفة، أحيانا بعمل، بمال، بزوجة، بولد، بمنافق، بكذا، لازم. وهذه سنة الله. أحسب الناس أن يتركوا؟ أنت فاكر أنك أنت عشان تبقى مؤمن تعيش كده في نعيم وراحة وآمن من الفتن؟ لا 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 لا. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فربنا قال ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله التي قد خلت من قبل. إذن هل هي بس للأنبياء ولا لكل المؤمنين عامة؟ إذن فتاة تكون سنة الله في الخلق
انه يسلط بعض الناس على بعض ليبتلي المؤمنين، عشان يبتلي، عشان يختبر صبرهم وايمانهم وتعلقهم بالله عز وجل، لان في كل مره يزيد عليك البلاء لمن تلجا؟ ما تقولوا يا جماعه، تقول يا رب اكشف عني الدور، يا رب نجني من الهم والغم والكرب العظيم، يا رب ليس لي رب سواك فادعو، يا مغيث المغيثين، يا غياث المغيثين، ويا مجير المستجيرين، ويا كاشف دعوة المتصح ولا لا. فدايما كل مرة مش يضعف إيمانك، يزداد إيمانك، لأنك تعلم أنه لا يكشف الضر إلا الله، ولا يكشف البلوى إلا الله، ولا يرفع الهم إلا الله، فيزداد إيمانك وتزداد مناجاته لله عز وجل. نعم. كلمة بقية، هل رأيتم كلمة بقية في القرآن أبدا؟ نعم، في لما وردت في سورة هود قال الله عز وجل: وإلى مدين أخاهم شعيبا ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية مرة واحدة مفتوحة، بقية الله خير لكم. لماذا ورد كلمة بقية؟ معناها بالإنجليزي the rest، صح ولا لا؟ يعني ما يدخره الله لكم خير، صح ولا لا؟ ما عند الله، ما عندكم ينفد، وما عند الله اللي ربنا يدخره لك من ثواب وأجر ونعيم ثوابا على طاعتك أعظم، صح ولا لا؟ يعني لو واحد مش متزوج يا شباب، لم يتزوج وهيئت له كل أسباب المعصية، لما يفهم هذا المعنى إنه حتى لو منعك الفقر أو العوز أو أي سبب من الزواج في الدنيا، فما يدخره الله لك في الآخرة أعظم من الزنا، صح ولا لا؟ كذلك إنسان هيئت له أسباب الكسب الحرام، لو يعلم إنه ترك الحرام خير له في الدنيا وثوابه عند الله أعظم لترك الحرام، صح ولا لا؟ ومن ترك شيئا لله، وفي قصة طريفة كده ذكرها واحد من الشيوخ يعني، فبيقول له إنه والله واحد حرامي امتهن السرقة، وفي زماننا الآن السرقة يعني من وجهة نظره يقول لك يا عم ولا شغل ولا وجع رأس، شغل ووظيفة وتأخرت وسويت شغلك وسويت مشاكل وهموم، اغطش من هنا واكذب هنا وغش هنا، وفاكر إنه هذا زين له الشيطان وأمله. فمرة راح يسرق المسجد، المساجد بتسرق، طب شو بلادنا والمساجد اللي بتسرق مليارات يا حبيبي بتسرق، لأنه ما زال في اعتقادات فاسدة في بلادنا إنه بعض المقامات لأولياء الله إنه ينفع ويضر، فيروح المرأة تحط ذهبها والرجل يحط عشرات، ويجوا ناس من الخليج يحطوا دولارات وخزائن، وطبعا أنتوا عارفين فين بتروح. فسرقات حتى في المساجد، وفي قصة مشهورة جدا للسرقة في المسجد محترف، واحد جاب الكاسكت اللي هو بتاع الدفن خشب صندوق الدفن، وجاء على صلاة العصر في الويكند زي اليوم السردي، دخل وناس بقى يقروا حواليه ويدعوا، ولما صلى العصر الشيخ قال قدموا الجنازة، قدموا الجنازة، راح واحد واقف قال يا فضيلة الشيخ هل تجوز الصلاة على الميت وهو مدين؟ قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم حضر الجنازة فأول ما سأل هل عليه دين؟ قالوا نعم، كم؟ قال ديناران، قال اقضوهما قبل الصلاة عليه أو ليصلي عليه غيره، قال خلاص هذا الفلان عليه 10,000 ليرة. وفي رمضان مساجد بقى إفطار، وبعد صلاة العصر في بلادنا مواعيد العمل انتهت الساعة الثانية، والكل متهيئ لصلاة العصر ومحافظين للقرآن ويجلسوا في المساجد بعد صلاة العصر حتى المغرب. فقال يا جماعة يتجمعهم، يعني حرام أخوك المسلم يدفن في رمضان في العشر الأواخر ومدين ويعذب، والرسول صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين. فالشيخ قاعد يعطي خطبة ما يعرفش،
واحد في رمضان والعشر الأواخر وراجل مسلم، كل واحد اللي عنده 1000 اللي عنده 500 اللي عنده 100 جمعوا 10,000 خدهم صاحبنا صلوا على أخيكم الله صلاة الجنازة 4 تكبيرات والشيخ قاعد يشرح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم وعليكم السلام. ينتظروا حد يشيل الجنازة ما فيش. فين أهل الميت يا جماعة؟ ما فيش. ما في ولا واحد من أهل الميت. شوفوا يا جماعة يكون في الحمام ما فيش. افتحوا الصندوق يا جماعة شوية حجارة محطوطين في الصندوق وخدوا 10,000 في المساجد نصب باسم الدين احتيال باسم الدين باسم الدين. فالشيخ بقى قاعد بيعمل درس فقعد الشيخ الحرام هيسرق مين ومين اللي يستحق ومين اللي عنده هننصب على مين. فسمع الشيخ بيقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا. هو كان عنده خطة هيطلع من المسجد بالمقسوم وبعدين عنده بيت قريب من المسجد هيتسلق البيت من الخلف ويدخل فيه امرأة تعيش وحيدة وعندها أموال وعندها ذهب وعندها كذا. فدرس الموقع وخطط له تماما. وبعدين الشيخ بيقول من الرسول صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فهو عارف المرأة ودارس الحالة تماما عايشة وحيدة وعندها مال وعندها كذا وعندها عارف كل شيء. قال خلينا نجرب الحديث بتاع النبي بيختبر الدين فيقول خلاص طب انا هتركه. وقال لنفسه انا هصبر على القصة دي اسبوع عم اشوف ربنا هيديني خير منه ولا لا. فكل يوم يجي يجلس مع الشيخ بعد صلاة العصر يجلس فوجد هذه المرأة نفسها تقول للشيخ تسمح يا شيخ؟ نعم. قلت له انا امرأة وحيدة انا امرأة وحيدة وكل يوم بيتي معرض للسرقة ومعرضة للخطف ومعرضة للجرائم فما يخليك اذا شفت لي واحد من اهل الايمان واهل الصلاح واهل التقوى زوجني. قال له تعال انت انا بشوفك انك كنت متزوج. قال له تعال. تخيل الرجل يقول والله يعني سبحان الله يعني ربنا لما يشوف في قلبك بعض الخير بعض نية الخير نية الخير يفتح لك أبواب الخير. فتزوج هذه المرأة فأخذ مالها طبعا عاش في أمان وسلام واستمتع يعني بكل ما عندها من مال وكل ما عندها من متاع وكل ما عندها من جمال بالحلال بالحلال. وهو ما كانش داخل بصدق يعني تماما ولكن كان عنده نية شوف خلينا نشوف. فربنا سبحانه وتعالى هيئ له أسباب الخير وهداه إلى الصراط المستقيم بسبب موقف سبب موقف. طيب كلمة بقية الله لم ترد في القرآن مفتوحة إلا مرة واحدة اللي ذكرناها في سورة وردت مغلقة في سورة البقرة لما ربنا سبحانه وتعالى قال في وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية. هل هي بقية معروفة مما ترك آل موسى وآل هارون؟ بعض العلماء قالوا عصا موسى وقالوا هارون لكن الأمر ما زال غير معلوم لم يذكره الله عز وجل وهذه اجتهادات العلماء. فإذا التاء مغلقة لأنه مش معروف نوع تلك البقية لكن لما ربنا يقول لك بقية الله يعني اللي عند ربنا معروف ولا لا؟ معروف منه الحد الأدنى وهو رحمة النجاة النعيم السعادة معروفة نوعا وليست معروفة كما صح ولا لا؟ معروفة نوعا إنه ما عند الله خير لكم صح ولا لا؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير ولا لا؟ يعني الحرام ولا الحلال؟ سؤال الحلال الطاعة ولا المعصية؟ ثواب الله ولا ثواب الشيطان؟ والشيطان عنده ثواب؟ ما عندوش. طيب إذن وربنا قال في القرآن فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم
هل ربنا ذكر مين هم؟ قال لازم يكون عرب او غير عرب؟ ذكر مين هم وفي اي مكان؟ قال لا، امة الاسلام لازم يكون منهم امة كما قال الله عز وجل وممن خلقنا امة يهدون بالحق وبه يعدلون، صح ولا لا؟ ومن قوم موسى امة يهدون بالحق وبه يعدلون، صح؟ اذا فربنا ما حددش مين هم، اي جماعة من الناس لازم يقومون بقصة او بقضية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ينهون عن الفساد في الارض. فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم فكانت تاء مربوطة. طيب، كلمة فطرة وردت مفتوحة ولا مربوطة؟ وردت بالطريقين. اولا ربنا سبحانه وتعالى قال فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله. لماذا فرض وردت مرة واحدة في القرآن مفتوحة؟ هل في غيرها؟ اللي حافظ القرآن كده يجول بخاطره وبعقله. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، لم ترد إلا هذه المرة ومفتوحة. لماذا؟ لأن كل مولود يولد على إيش؟ على الفطرة. أي فطرة؟ ما في بعض المسيحيين يقول لك مولود على فطرة المسيح، صح؟ ويقول لك مولود على فطرة اليهود ومولود على لا، فطرة الله. كل مولود يولد على فطرة الإسلام، على فطرة. فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو غير ذلك أو ينصرانه. طيب، كلمة فطرة ما معنى كلمة فطرة؟ ها؟ كلمة احنا في الصباح يقول لك فطور، ما معنى فطور؟ وفي المصريين يقول لك يعني بيشق المعدة او يغير مش عارف كذا، صح؟ يعني معناها تفتح فمك وتاخذ ولو شيء قليل، ولو فنجان قهوة، صح ولا لا؟ ولو شيء خفيف، لأن الشهية مش منفتحة كاملة، لكن شيء يعني تستقبل به يومك وتبدأ به يومك. فلذلك سمي أخذ الطعام في الصباح بعد الامتناع عن الطعام طول الليل سمي فطور. والرسول صلى الله عليه وسلم قال للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، هل لازم يكون في الصباح؟ يبقى أول شيء وإنت جوعان تاخده كده تفتتح به طعامك اسمه فطر ولا لا؟ سواء كان في الصباح او في، اذا كلمة فطر معناها انفتاح على دين الاسلام، على عبادة الله. المولود يولد الى الدنيا بفطرة الله، منفتح على الخير والطاعة والايمان والاسلام حتى يبلغ ويتغير الى الاسلام او الى غيره فينحرف عن فطرة الله عز وجل، صح؟ يبقى اذا هو يأتي الى الدنيا منفتح القلب والعقل والذهن والجوارح على الإسلام حتى يبلغ. كذلك الإنسان منا كل يوم يستقبل ربه، يستقبل يومه برحمة الله عز وجل. كلمة كلمة وردت في 26 موضع، 21 موضع مغلقة وخمس مواضع مفتوحة. طيب، نتكلم عن المفتوحة. اسمع إلى قول الله عز وجل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل. إذن كلمة ربك معناها، ما معنى كلمة؟ نصر الله، وعد الله، صح؟ لمين؟ على بني إسرائيل. محدد ولا مش محدد؟ يبقى مفتوحة ولا لا؟ من غير ما تشوف، يبقى لأنه فيه رحمة خاصة ووعد خاص ونصر خاص لبني إسرائيل حين أمرهم الله عز وجل بالجهاد في سبيل الله فنصرهم الله عز وجل. كذلك الله عز وجل يقول وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. هل هي كلمة محددة من عند الله ولا كلمة عامة؟ لا، كلمة محددة من عند الله عز وجل، إن ربنا لا يبدل ولا يغير ولا، ومن أوفى بعهده من الله، ومن أوفى بعهده لا أحد. ربنا سبحانه وتعالى
لما يعد يوفي، صح ولا لا؟ وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. طيب، ربنا سبحانه وتعالى أيضا ورد في كلمة كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا. إذا كلام محدد وخاص ولا لا؟ يعني وعد الله على الفاسقين معروف ومحدد لا يتغير، لأنه خطاب خاص لنصر الله للمؤمنين على أعدائهم، وخطاب خاص للفاسقين أن الله عز وجل طمس على قلوبهم. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، يبقى أمر مقطوع ومحدد في حالات خاصة ولا لا؟ في حالات خاصة، إذن يكون أيضا مفتوح. ربنا سبحانه وتعالى قال وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة الناس، كلمة الناس، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. كلام عام، يعني ربنا بيقول كل الناس كان ممكن ربنا يخليهم نفس اللغة ونفس اللون ونفس المستوى المعيشي ونفس المستوى المادي والثقافي، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال ولولا كلمة سبقت من ربك لناس معينين ولا الأمة معينة ولا على كل الناس، يبقى كلمة كلمة ترد مغلقة. كذلك كل الكلمات اللي وردت بعد ذلك مغلقة. طيب، لما ربنا سبحانه وتعالى قال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون أيضا مغلقة. آيات كثيرة وحقيقة أمر كثير والأشياء كلها إن دلت على شيء تدل على إنه هذا الكلام بمعناه وبترتيبه، ترتيب المصحف وبفتح التاء وغلق التاء، كلها أمور وحي لحكمة يعلمها الله عز وجل، وهذا يجعلنا كلما نقرأ كتاب الله نزداد إيمانا بالله ونزداد حبا لكتاب الله ونزداد تطلعا وشوقا إلى فهم أسرار القرآن التي وضع الله عز وجل، حتى تزداد ثقتنا بالله عز وجل ويزداد يقيننا بالله عز وجل ويزداد إيماننا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في السر والعلن والقصد في الغنى والفقر والعدل في الرضا والغضب والخشية في الغيب والشهادة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.